مرحبا بكم مجددا. التقرير شفتوه ناكاتا بداية النهضة اليابانية يمكن بالألفين وراء جعفر عمران وتصفيات الأربعة وتسعين وبدأت النهضة اليابانية. لكن اليوم المنتخب الياباني صورة جديدة كابتن خلف. أعتقد اليوم اليابان شرفوا الكرة الآسيوية، يعني الفريق اللي قدم خلال التصفيات يمكن هزم فرنسا، أقول عفو، هزم البرتغال إسبانيا، نعم، وهزم ال إسبانيا يعني واحد من الفرق القوية ألمانيا وألمانيا وإسبانيا بالمجموعة مالته، غرابة أمام كوستاريكا. أما اليوم من تحس به كفريق يلعب كرة قدم مع فريق اللي هو ثاني بكأس العالم، نعم، وصيف النسخة السابقة، وصيف النسخة السابقة 2018 في موسكو. لكن يمكن تنبأ مدرب الفريق قال احنا ما راح نستهين، راح نلعب بشجاعة وراح نبقى مركزين، وربما هذه المباراة راح تروح لل 120 دقيقة، يعني كأنه قارن المباراة. بادروا بالتسجيل، كانوا الأقرب، لكن إلى أن جت رئيسية هذا اللاعب العملاق رقم 4 بيرزيتش، كرة رأسية كأنها انطلقت مو من الرأس وإنما من القدم، جاهدة في التعادل وظلت المباراة متعادلة، يعني مثل ما أنت وصفتها في مقدمتك، مباراة ما تعرف لمن تروح، مباراة متوازنة متعادلة بالهجمات، يعني حتى من وصلت إلى الدقيقة بالتمديد 30 دقيقة حصلت كرة خطرة للفريق الياباني وكرة خطرة للفريق الكوري، يعني تحس أنه المباراة منو اللي راح يحسمها بضربات الجزاء. بالنتيجة كنا يمكن احنا خلينا نقول عرب، احنا آسيا، كنا نتأمل انه واحد من الفرق الآسيوية يعبر يروح لدور الثمانية مو عدة دور 16. الآن كل الفرق الآسيوية ودعت، يعني اليوم الكوري مودع، يعني ما كل بالشوط الأول 4-0. نعم نعيم، اليابان قدمت عرض جميل وراء الغرابة انه تقدمت عليها إسبانيا عادت اليابان، وتقدمت عليها ألمانيا وعادت اليابان. اليوم بالعكس، بالبداية تحية لك ومشاهدي برنامجك أيام مونديال كابتن كبير استاذ. حقيقة اليوم لو نرجع للأسلوب اللي اتبع من قبل فريقين، أعتقد الأسلوب هو نفس طريقة الأسلوب اللي اتبعه الفريق الكرواتي مع الفريق الياباني، وهو الأسلوب 4-3-3-1. اعتقد الاسلوب متشابه جدا، لكن احنا دائما نتحدث اقول الاسلوب اللي يلعب به الفريق، هناك الادوات اللي داخل الملعب هي اللي تكون المحرك ومتغيرات والمهارات اللي ممكن تنفذ هذا الاسلوب بالطور من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لكن بالعموم اعتقد انه كنا حتى بتوقعاتنا كانت نوعا ما تميل الى الفريق الكرواتي بحكم مثل ما تحدث كابتن وصيف النسخه السابقه، التاريخ الكبير اللي يمتلكه، لاعبين على مستوى عالي جدا، هذا ما يقلل من قيمة الفريق الياباني اللي قدم مستويات رائعة، قدر يتفوق على فرق كبيرة جدا. رغم هذا قدر يوصل مع المنتخب الكرواتي إلى مراحل متقدمة وقدر يخطرهم، وكان ممكن انه يحسم هذه أثناء المباريات من الفرص اللي ممكن راح بعد لحظات نشاهدها، ممكن تكون تحليلنا أدق وأكثر دقة حول الهجمات اللي اتيحت للفريقين. لكن أنا أرجع وأقول أنه يمكن أعتقد أكو نسبة الاستحواذ لدى الفريقين تنطينا مؤشر أنه ماكو فروقات كبيرة، يعني نسبة الاستحواذ للفريق الكرواتي في هذه المباراة 58%، يعني 42% بالنسبة للفريق الياباني، وأنا أعتقد هذه مو مقياس لكن تعطينا مؤشر انه نوعا ما هناك تقارب بالاداء بالمستوى بالحيازه لدى الفريق. خلف التعادل بين، وصلنا الى مرحله الشوطين الاضافيين قبل ما يعني يهيئونا الاخوه في الكنترول، هل كنت تتخيل انه المباراه راح تروح ركلات الجزاء ام يكون هناك حسم؟ والله انا هو كان عندنا هذا الاحساس انه المباراه ممكن تروح لضربات الجزاء. سنحت للفريقين فرص كان ممكن لأي فريق لو استغل الفرصة اللي تجي أي مهاجم أو لاعب وسط ممكن تنهي المباراة فارق الهدف الواحد. هذا جانب. الفريق الياباني يختلف عن كل الفرق الأخرى
اللي موجوده حاليا بالدور 16. بس تقول لي كابتن خلف وين الاختلاف؟ الكابتن نعيم ابو جنات تكلم على كلام رائع جدا. ايش قال؟ اكو حلول فرديه عند الفرق. يعني من نشاهد الفريق الكرواتي، مودريتش لاعب مميز يسوي شيء كل شيء في كره القدم، عند الحل سواء في صناعه اللعب او بالتسديد. اذا اجينا على الفريق الياباني، الفريق الياباني عباره عن مجموعه 11 لاعب يلعبون كره القدم. يعني قوتهم وين تكمن؟ تكمن بجماعيه كره القدم اللي يلعبون، التنظيم. نعم. وبالنتيجه تعبوا كل الفرق. يعني يمكن انت تقريرك على نكاته بالمناسبه، اكو جيل هم من رادوا يطورون كره القدم عندهم، قالوا خلينا نتجه للبرازيل، فجمعوا كل اللاعبين الشباب الصغار ودهم للبرازيل. نكاته واحد من نتاجات الكره البرازيليه، وجنسوا هم برازيليين بالبدايه، وبعدين جنسوا راموس. اي بعدين هم يعني وكانه فت فكره، بدل ما اجنس البرازيل واجيبها خليني انا اروح للبرازيل. صحيح. اطور ما راحوا للبرازيل. النتيجه يعرف الجميع، 1-1 بال 120 دقيقه و 3-1 بالضربات الترجيحيه. يعني حتى في قراءتك البارحه نعيم قلت المباراه يعني قريبه الى حدود بعيده، ممكن ان يفوز اي فريق مع ارجحيه كرواتيه. يمكن بنيت على حجم كرواتيا، هذا البلد يعني الصغير اللي موروثه الكروي اكبر من تاريخه، يعني سبع بطولات، سبعه متواجد، وطلع المانيا مرتين ثلاثه، ووصيف وحتى وصل يمكن الرابع وشوكر وما شاء الله. راح نرجع ركلات الترجيح هي اللي رجحت يعني الخبره. هل لا يزال اليابانيون يحتاجون الى خبره؟ اكيد. يعني من الامور المشاركات، انت الان تحدث عن تاريخ مشاركات كرواتي. يعني اكيد هذا الموروث راح يكون له اثر بمساله تعامل في البطولات الكبرى، واعتقد اليوم نجحوا في تعاملهم مع ركلات الترجيحيه، قدروا انه يتفوقوها. هي تيجي هاي انا مو الاسباب الرئيسيه، اعتقد انه هناك نسب، انه ممكن في جانب اخر، ممكن اذا كان اليابان متفوق نقول احنا التاريخ المسح، لكن هذه تنحسب انه التاريخ بحكم الخبره، بحكم اللاعبين اللي متمرسين يلعبون في دوريات اوروبيه، يلعبون تحت ضغوطات، تحت ضغط 120 دقيقه. كيف ممكن اللاعبين المهيئين نفسيا؟ انا اليوم شفت حقيقه اغلب اللاعبين اللي سددوا في الفريق الياباني هم من البدلاء، لاعبين البدلاء اللي سددوا البدوا الاثنين العشرة والتسعة وحتى ال 18 اعتقد ايضا من البدلاء، هم اغلبهم ذول اللي ضيعوا. نعم. راح نرجع بافاضه الى ركلات الترجيح. وانا استغرب يعني منتخب بحجم المنتخب الياباني ياتي الى مباراه اقصائيه قد تمضي الى ركلات الترجيح ويسدد اول ثلاث ضربات.